محافظ صلاح الدين متفائل بشراكة جديدة مع بغداد عنوانها الثقة بمشروع الإصلاح وحماية المال العام لإعمار ما خربه الأشرار. محافظ صلاح الدين يكشف عن خطة تكاملية مع صندوق إعادة الإعمار وتوظيف مهني مسؤول للموارد لتحسين واقع الخدمات العامة. عملية أمنية واسعة لاقتلاع جذور داعش وتأمين المناطق النائية بين صلاح الدين وكركوك وديالة والقبض على إرهاب العبوات الناسفة في بيجي. واشنطن تستعد لاتفاق لسحب القوات القتالية بإسباقيات الحرب على داعش، وكورونا ترفع الكارت الأحمر بوجه العراقيين بـ 12,000 إصابة.